ايه ويفز؟ ويفز اسم المادة، موجات يعني. جا ايه؟ جا اسلوب. بصي ركزي عشان دول 15 درجة ومستقبلي كله فيهم. طيب يلا. النهارده احنا هنشرح جا اسلوب. جا اسلوب طبعا زي ما احنا عارفين، لو احنا حركنا مثلا حاجة زي البالونة ديت وحطيناها على دماغنا وقعدنا نحركها هتخلق الكترومغنيتيك ويفز. دلوقتي هنعمل الاكسبيرمنت بتاع الجوس. زي ما احنا عارفين ان المفروض لو انا مثلا حركت البالونه ديت على السجاده او على راسي مثلا، فده هيعمل الكترومغنتيك ويفز او تشارجز ليها نيجاتيف تشارج، ولما هنحطها على الحيطه، الحيطه المفروض نيوترال بس بيتخلق منطقه بوزيتيف تشارج بحيث انها بتجذب البالونه، فهنشوف ان البالونه بتلزق على الحيطه. فلو مثلا عملنا كده واضح ان عشان شعري كان اخف شويه فمش هينفع، فهنجربها على شعر اكتر، عشان طبعا معروف ان طبقا لجاوس لو كل ما الشعر كتر كل ما الالكترومغنتيك ويفز كانت اكتر يعني. فممكن تفضلي معانا معلش. نيجي ننزع البالونه على الحيطه نلاقي دلوقتي ايه؟ الاكسبيرمنت برضو مش شغاله، ممكن يكون ده بسبب ان شعري كله ملموم، فطبعا هنفك الشعر دلوقتي عشان ده هيحسن الكوندكتيفيتي بتاعت الالكترونز. نيجي نحطها هنا هنلاقي انها انت معلم واحنا منك نتعلم. شكرا.